السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده احنا بنتقابل الحقيقه في ظروف استثنائيه. خلينا نتفق ان احنا هيبقى في مجموعه فيديوهات صغيره. في اول كل فيديو بنتكلم، احنا دي هتبقى محاضره الكترونيوماتيك، هنتكلم فيها على اللاتش سيستم، يعني ايه اللاتش وايه فايدته وبيعمل ايه بالظبط. هتلاقوا المحاضرات بتنزل لكم على فيديوهات وهنتابع مع بعض فيها ان شاء الله. فكره اللاتش سيستم انك انت بتدوس على زرار، انا عايز ادوس على زرار يفضل المكنه تفضل شغاله حتى لو شلت ايديا من على البوش بوتوم. انا هنا بتكلم على ان انا هستخدم ستارت بوش بوتوم مش ديتندد بوش بوتوم. هنستخدم ستارت بوش بوتوم مش ديتندد بوش بوتوم. في الستارت بوش بوتوم انت بتدوس على زرار بتشيل ايدك المكنه بتفصل. طيب انا عايز ادوس على الزرار واشيل ايدي المكنه تفضل شغاله، ده هيتعمل ازاي؟ تعال نشوف الدايره بتاعت النيوماتيك سيستم. دايره النيوماتيك اسطوانه دبل اكتنج عاديه، فالف 5/2 سنجل سولونويد سبرينج ريتيرن. تعال نشوف اللادر دايجرام في الوضع العادي كنا ممكن بنعمله ازاي. اللادر دايجرام في الوضع العادي لو انا كنت دايس على الستارت بوش بوتوم هيشغل الكويل ريلي، هيقفل الكونتاكت بتاعه، هيشغل السولونويد، الاسطوانه هتفرد. بس هنا لو شلت ايدي، لحظه ما هشيل ايدي هيقطع الكهرباء عن الكويل ريلي، وبالتالي هيفصل الكونتاكت بتاع الكويل ريلي، وبالتالي السولونويد هيقفل. لا، الحقيقه مش دي الفانكشن اللي انا عايزها. الفانكشن اللي انا عايزها ان انا ادوس على الستارت بوش بوتوم واشيل ايدي تفضل الاسطوانه فارده. طيب حاجه زي كده هنعملها ازاي؟ قال لك طيب انا لو سحبت كونتاكت زياده من الكويل ريلي، تعال بص كده هنعمله ازاي. هنحط كونتاكت هنا، هنسميه هنا سي ار 1 ونخلي ده سي ار 2 كونتاكت ريلي 2. تعال نشوف كده ايه اللي هيحصل. ادي ال 24 فولت زي ما شفنا لما كنا بنوصل في المعمل، بوصله على الادابتر اللي بيدينا 24 فولت. كنا بناخد سلك لونها حتى قلنا احمر ساعتها، وصلت ال 24 فولت، دوست على الستارت بوش بوتوم. لا، وانس انا دوست على الستارت بوش بوتوم هشغل الكويل ريلي. اول لما الكويل ريلي هيشتغل هيقفل كل التلامسات بتاعته. لما يقفل الكونتاكت ده اللي انا هعمله دوت، ده مش ده الحقيقي، ده الوضع بعد ما هنقفل الكهرباء. ايه اللي هيحصل؟ قفل ده وقفل ده. طيب انت شلت ايدك هنا، ايه اللي حصل؟ فضل ده موصل كهرباء للكويل ريلي، معنى كده الاسطوانه دي هتفضل فارده. طيب دلوقتي انا دوست على الستارت بوش بوتوم، شلت ايدي، الكويل ريلي فضل شغال واصل له كهرباء، الكونتاكت دول مقفولين لان ده شغال وواصل له كهرباء، وبالتالي السولونويد فارد واللمبه بتاعته منوره. ازاي ان انا هفصله؟ هنستخدم هنا بوش بوتوم تاني هنسميه ستوب بوش بوتوم. هو هنسميه ستوب بوش بوتوم. ايه اللي هيحصل؟ اول لما هتدوس عليه النورمال بتاعه ان هو موصل كهرباء، اول لما تدوس عليه يفصل الكهرباء عن الدايره، بالتالي فصل الكهرباء اللي موصلها الكونتاكت بتاع الكويل ريلي، بالتالي فصل الكهرباء عن الكويل ريلي، ده هيفصل، ده هيفصل السولونويد، هيفصل عنه الكهرباء، الدايره هتقفل لان ايه؟ قطعت عنها الكهرباء. طيب ده التجربه الاولانيه او الفيديو الاولاني الخاص بخاصيه اللاتش. يعني لما يجي في الامتحان يقول لك عايزين نعمل اللاتش فانكشن، وهنشوفها بعد كده في محاضرات ثانيه، هستخدم ازاي فكره اللاتش دي في ان انا اشغل مكنه واعمل بيها اكتر من ستيب. فخلينا نبص كده الدنيا ماشيه ازاي، استوعبوا الكلام ده بالراحه، عيد الفيديو ثاني وبعد كده نخش في الستيب اللي بعديها.